ما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جهرا ودبر كل صلاة؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، مشروعة وفيها أجر عظيم، ولكن تخصيصها بوقت من الأوقات أو بكيفية من الكيفيات لا يجوز إلا بدليل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الفريضة بصوت جماعي كما يقول السائل، هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدون ارتباط بالآخرين وبدون تكوين صوت جماعي، فهذا من أفضل الأعمال، ولكن لا يلتزم هذا بعد كل صلاة، أنه لم يرد، إنما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما أن يلتزم بعد السلام هذا لا يجوز، لكن لو صلى عليه بعض الأحيان بدون ارتباط بجماعة وبدون كيفية خاصة كما ورد في السؤال، فهذا لا بأس به. نعم، أثابكم الله.